السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بمشاهدي ومشتركي ومحبي قناة اعرف دينك. ووصلنا لليوم 30 من رمضان. النهاردة كلام مختلف، الكلام عن الفرحة، الكلام عن البهجة، الكلام عن اجتماعنا النهاردة مع بعض، الكلام النهاردة عن الحب اللي بين المسلمين، الكلام النهاردة عن العيد، ولكل قوم عيد وهذا عيدنا. النهاردة كلامنا عن عيد الفطر. يا مشتاقين قوي لليوم ده، مشتاقين قوي ان احنا نتجمع، بغض النظر ان احنا زعلانين ان رمضان خلص، لكن فرحانين، فرحانين احنا كلنا النهاردة هنجري كلنا على المصلى، هنتقابل مع الحبايب، هنتقابل مع الصحاب، هنتقابل مع جيرانك، مع اخواتك، مع كل مليك، هنقعد مع كل احبابنا النهاردة نقول لهم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. رمضان ما خلصش ليه؟ انا هبدأ من بكرة، هبدأ من اول بتاني يوم في شوال ان شاء الله، هبدا منه صيام الست ايام البيض او صيام الست من شوال. القران مش هيخلص زي ما كنت بصوم وكنت بصلي وكنت بقرا القران في رمضان. انا هختم القران زي ما كنت بختمه في رمضان كل خمس ايام او كل ست ايام. الصلاه مش هتخلص زي ما كنت بجري على كل المساجد وكنت بصلي في كل المساجد الفروض الخمسه، هعمل ده. قيام الليل مش هيخلص، اذا كنت بصلي قيام الليل والتراويح مع كل الناس في المساجد بيني وبين ربي كل يوم، هصحى قبل الفجر بساعتين وهقعد بين ايدين ربي سبحانه وتعالى وناجي وادعو الله عز وجل في صلاتي ليا ولكل مشاهدي القناه ولكل متابعي القناه ولكل احبابي ولكل اخواني. الذكر مش هيخلص، لساني ده لا يزال لساني قرطبا من ذكر الله، مش هيمل، مش هيسمل، لن يتعب من ذكر الله عز وجل، وهيفضل شغال على طول. المسابقه النهارده بعد رمضان عندي اقوى من قبل رمضان. عايز تعرف ربنا قبل منك رمضان ازاي؟ بسيطه قوي. انت النهارده كنت بتصلي الصلوات الخمس في المساجد، بتسمع الاذان، بتجري على الصلاه، صح؟ رد بصيلي. وانت يا اختي انا عارف ان حضرتك كنت على طول بتسيبي المطبخ وكنت بتسيبي الاكل، كنت بتسيبي تنظيف البيت والاذان وتقفي الله اكبر بدين ربنا. اوعى تملي، انا عايز نفس اللي كان بيتعمل في رمضان يتعمل تاني دلوقتي. اوعى تقولي انا مش عارف ربنا يقبل مني رمضان ازاي. هيقبل منك رمضان اللي كنت بتعمله في رمضان، لو عملته بعد رمضان اعلم ان الله قد قبل منك العمل. انا بواظب على قيام الليل، بواظب على القرآن، بواظب على كل الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى وفقني ليها. عشان كده يا جماعة احنا عندنا عيد الفطر الله وعيد الأضحى وصلاة العيدين هي فرض على الراجح من أقوال أهل العلم وقبل قول أبي حنيفة. فإن شاء الله بإذن الله كلنا بكرة إن شاء الله هنصلي الفجر في جماعة، كلنا في المساجد، كلنا هنتقابل مع الناس في المساجد وهنسلم عليهم ونختسل ونلبس أفضل الثياب بفضل الله عز وجل. لكل قوم عيد وهذا عيدنا. كل عام أنتم بخير أحبابي مشاهدي ومتابعي ومشتركي واللي يشتركوا في قناة أعرف دينك، بحبكم كلكم في الله والله، بالذات حبي ليكم كل يوم، بالذات حبي لكل القائمين على القناة وكل أحبابي الحاج أحمد والأستاذ محمد عبد الحكيم وأخونا مؤمن وأخونا هاني وأخونا مصطفى وحبايبنا أخونا فهد الغائب، ربنا يرده سالم يا رب إن شاء الله. كل حبايبنا الدكتور تامر حفظه الله عز وجل، الشيخ عبد الحميد عامر، الشيخ محمد القرني، الشيخ عبد الرحمن، كل أحبابنا كلكم كل سنة وأنتم طيبين. تقبل الله منكم وانتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هنقابل بعض كلنا بكرة هنقول كده زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والله بحبكم في الله، ولا تنساني تنسوني دائما من صالح أعمالكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفات العملة اللهم أن يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل قرآننا، اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك في رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك في رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك في رمضان، اللهم ادخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، اللهم ادخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، اللهم حرم وجوه كل من رآنا اليوم أو سمعنا، اللهم حرم وجوههم على النار، اللهم حرم وجوههم على النار، اللهم حرم وجوههم على النار وعلى كل عمل يقربهم إلى النار. آمين آمين آمين. بحبكم في الله، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.